ونعود إلى موضوع الانتخابات، حيث رابط العديد من الصحفيين في مقر اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات على مدى 11 يوما بحثا عن نتائج الانتخابات التي تأخرت كثيرا. ولم تخلو يوميات الانتظار داخل أروقة اللجنة من مواقف متشنجة أحيانا وطريفة حين أخرى. الزميل أحمد نسيد أحمد كان من الصحفيين المرابطين وينقل لنا في التقرير التالي يوميات الصحافة والساسة واللجنة المستقلة. سهرة لا كالسهرات، فهذه عمرها 10 ليال مما تعد. بدأت الرحلة منذ انقضاء 23 من نوفمبر لتفرز نتائج امتحان قد يكرم فيه المرء أو يهان. بعد أيام من صدور بعضها أطلت المستقلة للانتخابات بأول مؤتمر صحفي نفت فيه ما حصل من تأخير بدل تبريره. ما نعتبر عنا ابطينا ولا عد ولا ولا نيتنا نبطا. بعد النفي أكدت في وعد منها صدور نتائج 200 بلدية بعد المؤتمر مباشرة، لكن الأمر تأخر إنجاز الوصف طبقا لقاموس اللجنة. قصة التأخير ليست كل ما حدث، فالتراجع عن النتائج بين عشية وضحاها كان سمة الرحلة الانتخابية الأبرز، رحلة كان لها توقف مع مؤتمر ثان لم يكتب له النجاح. فبعد استدعاء الطواقم الصحفية الوطنية والدولية ظهرت إحدى السمات، فهذا المشهد مجرد خطأ فني ربما كسابقه، والتأخير مؤكد لفظا والموعد يوم غد. وما أدراك ما يوم غد؟ يوم سيكون 11 من تاريخ السهرة الانتخابية، وفيه كل شيء ممكن، فالأعصاب تحملت من الشد ما لا تطيق. لن تنسحب هذه الصورة على كل زوايا المكان، فلن يعرف الصبر حدودا ما لم يطوى شوط الانتخابات الأول، وما لم يحدث به رئيس المستقلة بلغة البلاد الرسمية حسب الدستور قد يتشرف به بعض معاونيه. إنه لشرف عظيم. وقد ينفرد بإعلان تأجيل موعد الشوط الثاني وينفض الجمع وتصل الرسالة إلى خارج مباني اللجنة الوطنية، بالرغم مما تحدثه من تأثير نفسي لن يشفي غليل صاحبه غير المجلس الدستوري حسب نص القانون. بعد رحلة دامت لـ11 يوما المستقلة للانتخابات تحط الرحال في هذا المؤتمر الصحفي لتفرغ آخر ما بجعبتها من نتائج، نتائج حملت تقدما لأحزاب وتأخرا لأخرى. وفي خضم هذا التقدم والتأخر ربما لفظت أحزاب أنفاسها الأخيرة. أحمد نسيد أحمد لقناة الساحل من مقر المستقلة للانتخابات. ومن مقر